بالرياضة، أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي عن تجديد تعاقده مع لاعبه الأوكراني ألكسندر زينشينكو حتى عام 2024. وقام النادي بتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لثلاثة أعوام إضافية، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2021. شارك زينشينكو في 29 مباراة مسجلا هدفا وصنع 5 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، وهو أحد خيارات المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأساسية دوما. انضم لاعب الوسط الأوكراني لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2016 قادما من فريق أوفا الروسي، ولعب زينشينكو في صفوف إيندوفن الهولندي لفترة قصيرة على سبيل الإعارة.